بالنسبة للاتفاقية الثالثة تتعلق باتفاقية شراكة لبناء 3 مؤسسات اجتماعية بمدينة تيزنيت. هذه المؤسسة الاجتماعية شنو هي؟ 3 المؤسسات. المؤسسة الاجتماعية الأولى تتعلق بالنساء في وضعية صعبة، واحد العدد ديال النساء اما تيتعرضوا للعنف من طرف الزوج او التي تتعرضوا للعنف في الشارع، او اللي عندهم مشاكل اما عائلية او مشاكل اخرى. هاد النساء هادو يعني تيتعرضوا للتشرد وتيتعرضوا للضياع وتيتعرضوا تكون النفسية ديالهم متدهورة جدا. وها احنا الان مع واحد العدد ديال الشركاء اللي غادي نذكرهم غتبنى واحد المؤسسة ديال الرعاية ديال النساء في وضعية صعبة، وغتبنى في بقعة أرضية في عقار في ملكية الدولة. المؤسسة الثانية ديال الرعاية الاجتماعية مؤسسة ديال الأطفال في وضعية صعبة. كاين الأطفال أيضا تيكونوا في وضعية صعبة، أما بسبب أن الوالدين ديالهم خاصمين أو لا مطلقين أو لا ديما كاين البدبزة في الدار، أو لا لأسباب أخرى وقع عليه شي مشكل وخرج غير وأصبح في الشارع متشرد ما كاينش اللي يديها فيه، او ما عندوش كاع باه وامه، ما عندوش كاع الاسره ديالو، فمات ليه باه ومات ليه امه، ما كاينش اللي يحتضنه. يعني هاد الفئه هذه ديال الاطفال في وضعيه صعبه، اذا هادو يحتاجون الى الرعايه، الى العنايه، الى الاهتمام، الى الاحتضان. اذا غتكون واحد المؤسسه ديال الرعايه ديال الاطفال في وضعيه الشارع. المؤسسه الثالثه هي المؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه ديال الاشخاص بدون مأوى. واحد العدد ديال الاشخاص اللي هما كبار في العمر، يكونوا كبار، يكونوا يقدروا يكونوا شباب كبير، يقدروا يكونوا يعني الناس كبار، نساء او رجال، تيكونوا في يعني تيباتوا في الشارع. فهادو ايضا بحال هادو ايضا يحتاجون الى الرعايه والاحتضان والاهتمام، لان هذا حقهم على المجتمع وحقهم على المسؤولين بمختلف مستوياتهم. فاذا اتفقنا على هذه الاتفاقيه هذه ديال البناء ديال 3 المركبات الاجتماعيه بواحد المبلغ المالي الذي يقترب من 800 مليون سنتيم، وغيكونوا الشركاء في هذه الاتفاقيه هذه المهمه جدا، غيكون فيها العمل ديال تيزنيت في شخص السيد العامل والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، غيكون المجلس الاقليمي ديال تيزنيت، غيكون المديريه الاقليميه ديال التعاون الوطني، غيكون واحد المؤسسه تتشتغل في المجال الاجتماعي اللي هي مؤسسه الجنوب، غتكون واحد المؤسسه ديال مؤسسه اللي تتسمى لونزوا ديال 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 المؤسسه الوكاله ديال حمايه والعنايه بالمناطق ديال الاركان. هاد الوكاله وكاين مجلس جهات سوس مسا. هاد الشركاء كلهم بالاضافه لجماعه تيزنيت درنا شراكه باش نبنيو، باش ندفعوا المبالغ الماليه ديالنا باش يتبناو هاد المراكز الثلاث ديال المؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه، واللي ان شاء الله تعالى ستكون اضافه نوعيه للمصالح والمركبات الاجتماعيه اللي كاينه في المدينه ديالنا، واللي غادي نتمكنوا من خلالها اننا نقضيو على الاشخاص بدون ما اللي تيكونوا في الشوارع. غنتمناو نقضيو على الظاهره ديال الاطفال اللي تعيشوا وضعيه صعبه، يتعالج هذا الملف، وكذلك نقضيو بواسطه هذه المركبات الاجتماعيه على الظاهره ديال النساء، نعالجوا المشكل ديال النساء اللي هما في وضعيه صعبه. هذه هي وبالتالي ايضا تتوجه بالشكر الجزيل للسيد عامل الاقليم الذي اشرف على الاعداد ديال هذه الاتفاقيه ديال الشراكه، وجميع الشركاء الذين بادروا وساهموا، وكل من ترافع بقليل او كثير من اجل اخراج هذه المشاريع الثلاث ذات الوقع الاجتماعي بالمدينه والاقليم على مدينتنا وعلى مستقبلها.